ربما كانت البيانات الاقتصادية الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الأسترالي وراء قرار المصرف المركزي رفع تكلفة الإقراض بعد تثبيتها لشهور طويلة عند أدنى مستوياتها خلال العقود الخمسة الماضية، وقد سبب هذا القرار دهشة لبعض المراقبين. كنا نتوقع قيام المصرف المركزي بإدخال تغيير على سياساته، ولكن ليس برفع سعر الفائدة. الاقتصاد الأسترالي لم يعاني من الانكماش إلا في الربع الأخير من عام 2008، ولعل أستراليا تكون قد استفادت في تعافيها من ارتفاع معدلات الإنفاق الداخلي، لا سيما بعد قيام الحكومة بتقديم 20 مليار دولار في شكل إعانات للأسر الأسترالية، وهي خطوة سبقتها إليها اليابان التي أعلنت خروجها من الركود بالإضافة إلى كل من فرنسا وألمانيا. كما أن الانخفاض الذي شهدته أسعار الغذاء والوقود وتراجع الواردات ساهم في إصلاح اختلال الميزان التجاري الذي سببه تدهور الطلب العالمي على المنتجات الأسترالية. المصرف المركزي الأسترالي برر قراره باستمرار الاقتصاد العالمي في النمو برغم الأزمة، وأكد أن علامات التعافي ستظهر جليا خلال العام القادم برغم التحديات. لا شك أن الاقتصاد الأسترالي يتعافى، ولكنني أعتقد أن رسالة المصرف المركزي واضحة، ثمة تحديات لا تزال تواجهنا. هذه التحديات ستجبر الحكومة الأسترالية على عدم التخلي تماما عن الإجراءات التي اتخذتها لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية. أحمد دياب، BBC.